ساح من ورود الحسين يا حبيبي حسين. أسأل الله تعالى ببركة الشعائر الحسينية أن يجعلنا من القائمين بخدمة الإمام المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، والمنتقمين معه للإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا من الناصرين لمولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه، ولأهل البيت الأطهار الأخيار صلوات الله عليهم أجمعين. وأسأل الله تعالى لكم بالتوفيق في خدمة أهل البيت وخدمة القضية الإلهية التي تفيض بالخلود والحياة الأبدية على خدامها، وهي قضية مولانا الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه.